لا تراجع حتى تحقيق مطالبهم، هكذا تبدو أمان الطلاب الدارسين في ماليزيا في ظل المأساة التي يعيشونها. عدة سنوات مضت وما زالت أصوات الطلاب اليمنيين في ماليزيا تتعالى للمطالبة بحقوقهم التي ضاعت على مكاتب ملحقية غائبة ووزارة متهاونة كما يقولون. ممثل شرط الطلاب، وأنا كرئيس اتحاد الطلاب في ماليزيا أبعث رسالة إلى الجهات التي هي مسؤولة عن مخولة إصدار القرار أن يتم النظر إلى هذه المشكلة أو المعضلة التي يعاني منها الطلاب. اعتصامات عدة كان قد نفذها طلاب اليمن في ماليزيا مطالبين الجهات المسؤولة والمعنية بتلبية مطالبهم المشروعة والقانونية دون مماطلة أو نقصان. هذه الاعتصامات أثرت في مجملها على الحالة التعليمية للطلاب، خاصة أنها جاءت بعد أن وصلوا إلى طريق مسدود مع الملحقية ووزارتي التعليم العالي والمالية. نحن الطلاب المتعاطين في ماليزيا نعاني من العديد من المشاكل، على رأسها مشكلة تأخر صرف الأرباع أو المساعدات المالية لمدة تزيد عن 5 أشهر، بينما من المفترض أن تصرف كل 3 أشهر. المشكلة الثانية وهي مشكلة الرسوم الدراسية، والتي بسببها قد يمنع الطالب من التسجيل في الفصل الدراسي أو حتى دخول قاعات الامتحان، وذلك لعدم تسديد المبالغ أو المستحقات المالية للجامعات من قبل الملحقية الثقافية. المشكلة مشددة في الوقت ذاته على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لها. تتفاقم مشكلة الطلاب اليمنيين من وقت إلى آخر مع ازدياد عدد الدارسين هناك في ظل تجاهل تام من قبل المسؤولين عن ذلك في الملحقية ووزارتي التعليم العالي والمالية.